عندنا هنا أربع مربعات زي احنا قلنا في الفيديو اللي فات. هنلاقي في كل مربع هنلاقي في بعض الايكونز، هنشوف استعمالها ايه. لما نمسك مثلا الاكسل كات هنا، تي اتش دي اختصار ثيكنس او سلايس ثيكنس، لما ادوس عليها بقدر ادخل هنا السلايس ثيكنس اللي انا عايزه او عايز انكلود في الايمج بتاعتي، واروح دايس اوكي. مثلا هخلي هنا مثلا دي 15 بدل ما هي كانت مينيمم. هلاقي هنا عندي فيو شبه الاوكلوزال فيلم، وهلاقي هنا الكورتيكال بون اهو، اللينجوال كورتيكال بون والباكال كورتيكال بون والسنه، هي زي فيلم الاوكلوزال بالظبط. طيب هنلاقي في عندي ايكون اسمه فلتر اوف، لما بدوس عليه هنا ده بيديني التشويس ان انا اغير الريزوليوشن بتاع الايمج او الشاربنس بتاع الايمج. فمثلا بدوس هنا 1 اكس هنلاقيه ما اصبح سنه شارب. بعد كده مثلا اهو هروح جاي 1.5 اكس، 1.5 اكس هنا هروح مزوده تاني، بعد كده 2 اكس اهو. فبالتالي هنا ده بيديني الفرصة ان انا اقدر ان انا ازود ونقص من الشاربنس بتاعت الايمج بتاعتي. طيب هنيجي هنا في اوبشن اسمه ام بي ار. ام بي ار ده ايه؟ ام بي ار ده لما ادوس عليه ده مود من الايمجز اسمه مالتي بلانر ريفورميشن. طيب لما بخلي ام بي ار ده اخليه ام اي بي اللي هي اختصار ماكسيمم انتنسيتي بروجكشن، او الايمج مش هتبقى زي الاكس راي، الايمج هتبقى مصمطه او هتبقى اوبيك، هتبين لي الاوتر سيرفيسز بس من غير ما تبين لي الانر ستراكشرز. طيب هنيجي على اوبشن ثالث اللي هو في ار. في ار ده اللي هو بيخلي الايمج بتاعتي زي 3 دي ايمج، يعني هو شايفين هنا خلاها نفس النظام ونفس الريندرنج بتاع 3 دي ايمج اللي قدامنا هنا. فهنا بنحول ايمج الى 3 دي، بس عاده احنا ما بنستعملش ام اي بي والفي ار غير لو كانت كات سيكنس كبيره. لكن لو كات سيكنس كانت مثلا زي قبل كده اللي هي مينيمم مثلا 1 ملم، هنا الايمج مش مفيده، مش مبينه حاجه. لكن السلايسز الرفيعه بنستعملها مع الام بي ار. اوكي طيب اخر حاجه متابعين في كل بوكس علامه الماكسمايز ومينيمايز. هنا اهو لما ادوس ماكسمايز هنا كبرت الايمج على الاخر، وتاني نرجع الفلتر ممكن اخلي الشاربنس ازيد، هتبان هنا اكتر في الماكسيمم ويندو. هنا بزود الشاربنس واقلله. في حاجه اسمها بلور، ان انا اعمل ايه، اعمل بلورنج للايمج واخليها مش واضحه قوي، او يبقى مفيش فلتر خالص او الاوريجينال ايمج. طيب سيميلرلي برضو في الكروس سكشن نفس الكلام، عندي الثيكنس ممكن ازوده اهو، واقدر اعمل ابلكيشن للام اي بي بتاعي او الفي ار بتاعي اخليه زي الكروس سكشن او زي ال 3 دي نفس الكلام. طيب بالنسبة للبوكس بتاع ال 3 دي، البوكس ده نكبره كده، دي العدسة دي عشان خاطر نعمل زوم ان. هنا ده بقى مش مقطع، ده فوليوم على بعضه، ان احنا بنحرك الفوليوم من جوه البر، يعني كده شايف من لينجوال سايد، كده شايف من باكال سايد، كده شايف انفيريور سوبيريور، وهنا شايف سوبيريور انفيريور. وممكن هنا بقى مثلا اجيبه فروم رايت فيو او ليفت او انترو بوستيرير او بوسترو انتيرير وهكذا. دي حاجات اوتوميتد عشان خاطر بدل ما نقعد نلفف نلفف الايمج بنفسنا. طيب نفس الكلام هنا في ار، ممكن احولها ام اي بي او نفس اللي احنا قلناه بقى قبل كده، او ممكن احولها تبقى شبه الاكس راي دي كده، اكنها حته من لاترال سيفالومتريك. نرجعها كده تاني في ار. في عندي حاجه اسمها اوفرلاي. اوفرلاي دي اللي بتخليني اشوف اتجاهات المقاطع، يعني ادوس على اوفرلاي هنا بيبين لي ايه، اعمل بس ريسايزنج،
هنا باين لي اتجاه المقطع اللي متاخد فيه البون ده، اتجاه المقطع الكروس سكشن. يعني بص هنا مثلا من توب فيو هلاقي هنا واخد المقطع جايب لي من باكال سايد للينجوال سايد which is the same as الايمج دي. طيب نيجي بعد كده الخط الهوريزونتال ده، ده بيبين لك مكان الاكسل فيو متاخد فين. يعني لو جيت هنا غيرت مكان الخط ده اهو، هل الاكسل بتاعي بيتغير. هنتكلم بالتفصيل على ازاي بنقرا المقاطع وازاي بنحركها في الفيديو اللي جاي. اوكي، عايز اشيل الخطوط دي خالص، هشيله هيبقى لي خط واحد بس اللي هو الارش كيرف اللي انا رسمته في الاول، وبرضه هنشوفه في الفيديو اللي جاي. بعد كده عندي ريفومات البانوراميك، دي بتبقى شبه البانوراميك ايمج اللي احنا كلنا عارفينها، لكن الفرق هنا ان استخدامها مختلف شويه. عاده لما اجي اعمل امبلانت سايت اناليسيز مثلا او كده، بشوف الباكولينجوال دايمنشن واشوف الفيرتيكال دايمنشن من الكروس سكشن مش من دي. طب البانوراما دي فايدتها ايه بالنسبه لنا؟ فايدتها ان هي بعرف بيها خريطه الفيو. يعني هلاقي الخط اللي بالعرض ده، ده بيبين لي مكان الاكزل كات، يعني بيوريني الشكل الاكزل بتاع الحته دي عامل ازاي. طب نغيرها مثلا كده، الخط نغير مثلا مكانه او كده اهو، هلاقيه هنا مش داخل في سنان خالص، فليه الاكزل كات هنا ما فيهاش اي ايمج لاي سنان. طب لو جبتها مثلا عند الكراونز بتوع السنان من غير البون، هلاقي على الاكسل كات هنا البون اختفى ومفيش غير الكراونز. طيب تعال نشوف مثلا عند الروتس، هلاقي اهو الروت كانالز موجودين كلهم اهم. وبالتالي الريفومات البانوراميك ايمج هنا تعد بمثابه الماب بتاعتي لقرايه السي بي سي تي بتاع البيشنت. الفيديو الجاي هنشوف فيه ازاي بنعرف نعمل انتربريتيشن او بنقرا السي بي سي تي من اول لاخره باستخدام الريفرنس لاين.